السلام عليكم، كيفكم؟ انا اسامه، وفيديو اليوم هو اعلان لشركه امينو. طبعا انا يعني ما باخذ بالكم انه هذا اعلان، لا، هذا اعلان مدفوع لشركه امينو. فاذا ما بتعرفوا ايش شركه امينو، هي شركه بتعمل مثل منتديات لشغلات كثيره. فاكيد اليوم جبت لكم يعني منتدى الدي اي واي، فاذا بدكم تعرفوا ايش هو خلينا نشوف الفيديو. فاول ما تدخلوا على البرنامج مثل ما انتم شايفين راح تلاقوا الصفحه الرئيسيه، فهي فيها انه كل الافكار اللي يعني الناس منزلينها وكل المنشورات الناس منزلينها. فمثل ما انتم شايفين هلا اذا رحتوا على الخيار اللي جنبه هنا الاختبارات، هون بتلاقوا في اختبارات، وراح اذا رحتوا للقائمه اللي جنبها راح تلاقوا هون في دردشه عامه، هون يعني فيكم تحكوا معنا اعضاء بهذا المنتدى، ففي هون تواصل مع اشخاص جدد فيكم انه يعني تحكوا معهم، هن بده يردوا عليكم وهيك اسئله واجوبه. هي كمان انه يعني اذا بدك تسالوا اشخاص كمان هن بده يردوا عليكم. هلا رح اشرح لكم انه شلون يعني تنزلوا مدونه او شلون تنزلوا بوست على امينو. يعني رح تضغطوا على هذا القلم اللي تحت ورح تدوسوا على القلم اللي بالنص باللون الازرق المكتوب عليه مدونه. فهلا هون بدك تكتبوا العنوان المنشور اللي بدكم اياه، واذا بدكم تضيفوا صوره رح تكبسوا هون هيك ب يعني ضغطه طويله، ومن فوق رح تدوسوا على هي الصوره يعني اللون ايكون تبع الصور. هون يعني بيعطيكم خيار انكم تلتقطوا صور او تختاروا من المعرض، او يعني تختاروا من الفوتوز اللي عندكم يعني بالموبايل. فانا هون مثلا بدي اكتب التقط صوره، رح احط على صح، وبهذا الشكل هلا رح انشره. فاذا انتم عندكم سؤال بدكم تسالوني عن بخصوص الدي اي واي وهالشغلات، بحكم لكم تضيفوني على حسابي هو اسامه.عطار مثل حسابي على كل المواقع التواصل الاجتماعي، رح يكون هلا على الشاشه وكمان هلا يعني تحت بالوصف، كلكم روحوا حملوه واذا ضفتوني كمان انا رح اضيفكم. فاذا بدكم تشوفوا افكاري يعني افكار رح اعمل بفيديوهاتي قبل ما ينزلوا، يعني قبل ما ينزل كفيديو، روحوا كلكم تضيفوني على البرنامج رح يكون تحت بالوصف. سألتوني شو البرنامج مميز عن غيره، رح أقول لكم لأنه هذا البرنامج شو بدي أقول لكم، مثل يعني تخيلوا إنه هذا شيء واحد يعني مخصص لشيء واحد بس، مثل دي أي واي يعني دي أي واي. فإذا أنتم يعني بدكم تتعمقوا فيه أكثر، هذا البرنامج ممتاز لكم، يعني فيكم تلاقوا كل الشغلات اللي بتخص دي أي واي، أفكار وهيك، فيكم حتى تاخذوا آراء الناس. مثلا إذا مثلا مختارين بين لونين، مثلا إذا شيء عم تعملوه مختارين بين إنه لونين، فيكم تسألون للناس اللي بهذا المنتدى. فهذا هو يعني الميزة من مميزاته، وفي أكيد مميزات أكثر يعني. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تسوون لايك وكمان سبسكرايب القناة ما تكونوا مشتركين، وكمان لا تنسوا أكيد تنزلوا البرنامج رح أحط لكم الرابط بالوصف، وكل الناس اللي بضيفوني رح أضيفهم كمان يعني حسابي بالوصف رح تلاقوه هلا كمان على الشاشة. وبس هذا كان كل شيء فيديو اليوم، بشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.